العالمين أينما كنتم مرحبا أهلا وسهلا نحييكم ونلتقي بحضرتكم مباشرة من ملعب أليانز ستاديوم تورينو تحت أمطار غزيرة تتهاطر على مدينة تورينو على الملعب الأليانز في هذه المواجهة التي تجمع اليوفي بنادي كالياري. اليوفي رأي ترتيب الدوري الإيطالي بعد 10 مباريات لعبها لحد الآن 9 انتصارات تعادل 1 في الجهة المقابلة نادي كالياري ب 13 نقطة 3 انتصارات 4 تعادلات و3 هزائم. الفريق الذي لم يخسر في المباراتين الأخيرتين دائما بقيادة كريستيانو رونالدو ودائما في غياب مانجوكيتش وفي غياب كذلك إيميلي جان, بينما الجديد في تشكيلة فريق يوفنتوس اليوم هو وجود جورجيو كيليني على كرسي الاحتياط رفقة سامي خديرة وكذلك أليكس ساندرو. اليوفي يلعب اليوم بتشيسني في حراسة المرمى, كانسيلو سيكون على الجهة اليمنى, ماتيا ديتشيدي وعلى الجهة اليسرى, مهدي بن عطية في وسط الدفاع رفقة بونوتشي, وسط الميدان متكون من بيانيتش, بنتانكور, بلاس ماتويدي, رونالدو, ديبالا ودوغلاس كوستا. في الجهة المقابلة نادي كالياري اليوم يلعب أليسيو كرانيو في حراسة المرمى, داريو سيرنا على الجهة اليمنى, بادوين اللاعب السابق لنادي اليوفي في ليان نوادي ايطاليا, بنتانكور, ديبالا استلم الكرة, ديبالا وبا با 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 روعة, جول ماجيكو مانيفيكو يا ديبالا, جول في الثانية 50 من انطلاقة المباراة. اللعبة ولا أروع من الأرجنتيني باولو ديبالا يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل في الدقيقة الأولى من انطلاقة هذه المباراة. يا سلام على هذا الصغير الفنان المبدع الذي يقال بأنه سيغادر اليوفي في الميركاتو بعد هذه الكرة. بين تنكور وصلت الكرة أو حسن, هذا تبقى تقديرنا أيضا لحكام المباريات, ولكن يبقى الحكم هو حكم وقراراته قابلة للخطأ أو صوته, ولا واحد يرفع أصبعه أو صوته أو قلب. بادوين مازال عنده الكرة الآن من أمام كانسيلو, عودة اللاعبين نتاع اليوفي كلهم, جواو بيدرو الدفاع, كوستا دخل, كوستا كرة جول, دخل كوستا كرة جول, بابا با رائعة دخل, ماهوش متسلل كانسيلو, مازال كانسيلو الحارس, اوه مازال, وداريو رونالدو الدفاع, تمريرة, اوه لا 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 لا, في وقت كنت بهجوم وهمي يمكن ان يكون مهاجم فقط, الكرة راسية هنا من بلاس ماتويدي, رونالدو رونالدو والدفاع, مازال يرجع لدوغلاس كوستا, كوستا اولولا كور, كوستا كوستا اولولا, رائع رائع التوزيع هذه من دوغلاس كوستا في اتجاه كريستيانو رونالدو برجله اليسرى, الكرة مرت سلامات. الدقيقة 11 من عمرها الآن, رونالدو محاصر, يرجع لديتشيليو على الجهة اليسرى, توزيع عرضية وتمسية, كرة ممتازة لباولو ديبالا على الجهة اليسرى, يستلمها يوزع عرضية وانطلق, كرة خطيرة, رونالدو مازال, أي 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 يحاول يمر والتوزيع عرضية, مهدي ولمسة يد, يا سيد الحكم. على فكرة في الفيفا تحضر في قانون, في قوانين جديدة للعبة, من بينها أنه كل لمسة يد داخل منطقة العملية ضربة جزاء سواء كانت بالعمدة أو ليفا اللي لعب 42 مرة المقوسة داخلة يرفعها, هيلو سريع جدا كانسيلو, بعيد الكرة لماتويدي, كاسترو والحكم هنا, خطير لتشكيلة فريق كالياري, كرة في الركنية, جواو بيدرو في التنفيذ, عالية في القاعدة بحثا عن بافوليتي, وصلته بافوليتي, غطي كورتو, التوزيعة والركنية, بافوليتي الركنية تنفذ من هنالك من كاسترو, بنتانكور راح انطلق, بنتانكور محاصر والبطاقات سلها يا باريلا, لا 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 لا, هرب من هرب في الأول من فيديو يلحق عليه, ديتشيليو مازال, ديتشيليو أرضية والركنية, كل حكم القائمة الثاني ميران امبياني, والكرة مرت سلامات, بيانيتش يرفع كورة, مازال ديتشيليو في المراوغة عنده الكرة الآن, يوزعها, الدفاع يدخل بالرأس, مهدي بن عطية, الكرة راحت ضربة مرمى, كل حكم المباراة, جول خطيرة, جول بابا 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 جول, قلت لكم كرة جول, جاء جواو بيدرو قال لي نعم, البرازيلي عدل النتيجة في الدقيقة 36 لنادي
نادي كالياري بلا بطريقة رائعة جدا. جواو بيدرو يسجل أول أهدافه في الدوري هذا العام، عفوا ثالث أهدافه في الدوري هذا العام. يا سلام يا سلام يا سلام، داريو سرناف في التوزيع، جواو بيدرو في القائمة الثانية رقبها وحط. رونالدو يلعب مع دوغلاس كوستا، دوغلاس كوستا دخل، دوغلاس أرضية، با 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 جول. دوغلاس كوستا وتشيبيتيلي يسجل ضد مرماه جول ثاني ليوفنتوس. يا سلام يا سلام ويا سلام، هدف بنيران صديقة ضد مرماه. يا رونالدو، وكأنك لم تسجل هدف التعديل. جاء الهدف الثاني لصالح يوفنتوس تورينو بعد الانطلاقة من هنالك على الجهة اليسرى.